عندنا عملا بهذا الاصل. الله سبحانه وتعالى اعلم. نعم. ما حكم تعليق بعض الايات القرانيه او الاحاديث النبويه في لوحات داخل البيوت؟ انهم لا يقطعون الرؤوس، انما تمر على متينه في اذا وجد شيء ما في قطع راس تقطع الراس والرجلين. اذا وجد شيء ما في راس يعني مقطع الراس يكون دليل على انه مخلوق نفس الصنعه كذا. واما ما ينوى عن بعض الجزارين فهو قدوه، لان مختلفون في اوروبا وغيرها فيهم من يجد بالذبح الشرعي ولو بالاله، ولو باله تمر عليها الدجاج وغيرها تقطع رؤوسها اذا مرت على الاله محدده وقطعت الرؤوس كفى ذلك ولو كان بغير يد خاصه. المهم اذا كانت الرؤوس تقطع بشيء حاد يقطع الراس ويريق الدم، مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما انهر الدم من رسول الله فاتوا ليس السن والظهر. فاذا قطعت الرؤوس باي اله حاده كفى، مثلا من المسلم او من كتابي تسمية يعني غير ضرورية، يعني تسمية واجبة لكن قد يجهلونها وقد يسمون ما يزعل عنهم. أيوه. والمسلم إذا ترك التسمية جاهلا أو ناسا حل ذبيحته، وهكذا الكتاب إذا تركها نسيانا أو جهلا حل ذبيحته، وإذا لم نعلم كذلك مثل ذبيحة المسلم قد يذبح وينسى، قد يذبح ويجهل، قد لا يسمي ما يزعل عنه، فالأصل السلامة في ذبائح المسلمين، وهكذا ذبائح الكتاب. عرض مسلخ على بعض المسلمين يشتريه. نعم. أقول عرض مسلخ على بعض المسلمين لشرائه، فوجدوا الآلة التي تقطع في آخر العملية. على كل حال الأصل السلامة، والذي عرف المسلخ هذا معين لا يشتري منه. إذا عرفه، إذا ما عرفه معلوم. الحمد لله. المسلمين. مسلم فيهم العصاة، فيهم الجهال، فيهم كذا. ما هذا نأخذ ذبيحتهم ولا نفتش. لو أخذنا هذا ما ذبح كما ينبغي أخذنا. ما سمى أخوهن كذا تقدم لنا ولائمهم ونأكلها في الأصل أنه سمى وأنه مسلم خالف أهل الكتاب كذلك، ولا يجب أن نضيق ما وسعه الله في أهل الكتاب.